إننا نبشركم بإعلان تمدد الدولة الإسلامية إلى بلدان جديدة. زعيم تنظيم داعش أصبح لغزا يحير العالم. تسجيل صوتي منسوب لأبو بكر البغدادي بعد عام من إعلان قتله أثار حيرة العالم والاستخبارات الأمريكية. التسجيل الصوتي تناول هزائم داعش المتتالية. توقعات أن البغدادي يختبئ في الصحراء بين الحدود العراقية السورية إذا تم التأكد من صحة تسجيل البغدادي، فيما ستذهب التقارير التي تحدثت عن وفاته أدراج الرياح.